Friday prayer is over now. Of Uhud Mountains, which are famous for the Battle of Uhud, and yeah, that's one of the historical sites of Al Madinah. We're going to the next one. See you. هذا مسجد القبلتين فين تبدلت القبلة من القدس لمكة. ايوه هذا تبي تسال مسالهم ما في مشكله. ما اسالهم هذول الشيوخ ذولي شيوخ اسالهم عن اي شيء تبي تسالونهم عن هذا. بغيت تسالوا على اي حاجه اي حاجه. يا اخي هذه المساجد في الحقيقه هي لم تكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابه ولا في زمن التابعين، وانما جاء في عهد الاتراك في الدوله العثمانيه فهم بنوا هذه المساجد. والخندق الذي كان فيه غزوه الخندق كان وراء هذا الحي. هذا الحي تشوفونه وراء هذا الحي، هذا جبل السرع، وذاك الذي يرى من بعيد هذا جبل أحد. فكان بين الجبلين من وادي العقيق إلى حرة شرقية، كان طول الخندق من 5 إلى 6 كيلومترات وعرضها 5 أمتار وعمق 5 أمتار هكذا. فهذه الأماكن من أماكن تاريخية فقط، ليس مما يتعلق بها فضيلة شرعية. بس في المدينة هي 4 أماكن للزيارة الشرعية: مسجد قباء الذي يصلي في أي صلاة تعد العمرة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فيه أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. فمسجد الكعبة أفضل من 100,000 صلاة. فهذه 4 أماكن. ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي قلنا، ومن المقابر مقبرة البقيع ومقبرة الشهداء.
هي أربع أماكن للزيارة الشرعية في المدينة، أما غيرها فقط للمشاهدة والرؤية تاريخيا. بارك الله فيك. هذا مسجد قبة، هو تيقول لك هو أول مسجد في الإسلام، هو آخر حاجة اللي غنشوفو اليوم في المدينة قبل ما نمشيو غدا لمكة، هو هذا الجامع. دابا الطاكسي تيتسنى فينا غادي يمشي علينا، دونك خصني نزرب شوية. نوريكم دغيا.